يقولوا إن الابتسامة لغة عالمية للطيبة، وإن أثرها مش ممكن تقيسه أرقام أو إحصائيات. عشان كذا بها اخترنا نبدأ 2020. كانت البداية أجمل بحماس الجميع لنشر البسمة وخلق الأمل. طاقة إيجابية دفعتنا نواصل أعمالنا في الميدان. غرسنا بذور ابتسامات مستدامة جديدة، وتذوقنا لذة تبادل المعرفة والخبرات مع قطرات العسل. وخلال انشغالنا بالتمكين وصنع التغيير وتوحيد ورفع الصوت اليمنيين من أجل التنمية، سمعنا تنبيه من بعيد. كان لازم نرجع خطوات الوراء عشان سلامتكم. لقد أصيب العديد من العاملين الصحيين بعدوى فيروس كورونا، ونبعد مسافة أمان عن كل من في يوم وقفنا جنبه حتى في أكثر أوقاتنا لمة وقرب. كان لازم نتكيف مع وضع مختلف، بس بقينا موجودين بطريقة مختلفة. كنا مع صاحب الخضرة وسواق الباص في الميدان وداخل كل بيت، نحذر، نوعي، ندعم، نساعد على الوقوف بوجه التحدي، نطمن الجميع ونحافظ على البسمة. وضعنا الثقة بأبطال اليوم وكنا معاهم لبناء قدراتهم، حمايتهم ومواكبتهم بكل جديد. قدرنا عن بعد نوصل الصوت أكثر، حققنا إنجازات من نوع آخر، وتعلمنا دروس تساعدنا عشان خطواتنا الجاية. وفي الوقت المناسب كنا مستعدين للعودة والاجتماع من جديد مع رشفة بن وشغف بالتعاون لإحياء ما كان. اليوم خبرتنا أكثر من كل درس تعلمناه، ومع بدايات سنة جديدة قررنا نمشي لمسافات أبعد بأفكارنا، خطواتنا، نزور أماكن غير اللي اعتدناها، نبحر أو حتى نطير، ونسعى معاكم لبعث الحياة والروح بداخلنا وفي كل مكان نوصله. سميبس 2021، روح الأماكن.